أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. هذا الفيديو تظهر به أفرا سراج أغلو وحبيبها مارت رمضان دمير قبل ساعات أثناء وصولهم سويا بنفس السيارة لموقع تصوير مسلسل طائر الرفراف. وهذا الفيديو أيضا حديث لأفرا سراج أغلو ومارت رمضان دمير اليوم أثناء تواجدهم في موقع التصوير وهو قصر مسلسل طائر الرفراف لاستكمال تصوير باقي مشاهدهم للحلقة 81 من المسلسل. وهذا الفيديو من تزيين القصر بالعلم التركي تجهيزا للاحتفال باليوم الوطني التركي والذي سيكون يوم غد. أما هذا الفيديو يظهر فيه مارت رمضان دمير مع إرسين إيرجي الذي يقوم بدور عابدين، وكما ترون الممثلين يتدربون على المشهد الذي سيصوروه سويا بين فريد وعابدين في القصر. وهذه الفيديوهات لأفرا سراج أغلو ومارت رمضان دمير أيضا من القصر في هذا اليوم. هذه كانت أجدد الكواليس. شكرا للمشاهدة، نلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. إلى اللقاء.